الزيجة كانت زيجة عائلية، مامته شافتني فأعجبت بيا فتقابلنا وقعدنا مع بعض، حسينا ان احنا متوافقين مع بعضينا. بس الكلام ده كان تقريبا كان سنة 83، كتب كتابنا واتجوزنا على 84. هو بني آدم خلوق ومؤدب، وهو زملكاوي صحيح، بس أنا في الأصل أهلوية، يعني العيلة كلها أهلوية ما عدا كان أخويا الكبير هو اللي كان الوحيد اللي زملكاوي فينا. بس في الفترة اللي هو مثلا بيبقى ماسك فيها النادي الزمالك أو كده أنا ببقى معاه قلبا وقالبا، يعني ما بنسى خالص إن أنا أهلوية. غير كده كمان لما بيبقى في ماتش نادي الأهلي والزمالك طبعا الولاد كلهم زملكاوية متعصبين، باخد أنا زاوية كده في أوضة لوحدي وأقعد أتفرج على الماتش. طبعا أنا يعني مش هقدر أخوض في أكتر من كده في موضوع الأهلي والزمالك، فأنا النادي الأهلي دوت طبعا القناة بتاعته دي بيتي وبتكلم فيها براحتي، بس يعني أسكت بقى شوية علشان إيه ما يحصلش إيه أي حاجة وحشة.